النشرة الرئيسة من الاقتصادية الأولى، البداية بالعناوين. مدينة الباهية تحتضن أول صالون وطني للسيارات ولواحقها باهية أوتو، بمشاركة أزيد من 40 شركة وست علامات. وزير التجارة طيب زيتوني يعقد لقاء مع مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، وكذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك، والانطلاق في تنفيذ تدابير لضمان أحسن الظروف لشهر رمضان. وفي نشرتنا أيضا، معرض مغرب فارما يعود للجزائر في طبعته العاشرة، ليجمع الشركات المتخصصة في الصناعة الصيدلانية من مختلف دول العالم. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى تفاصيل النشرة. في المستهلة انطلقت اليوم طبعة الأولى للصالون الوطني للسيارات ولواحقها بقصر المعارض المدينة الجديدة بوهران، حيث أشرف الوالي سعيد سعيود على افتتاح الصالون الذي شاركت فيه ست علامات لسيارات وكذا 40 مؤسسة وهيئات متعددة تمثل مختلف الفاعلين في مجال السيارات ولواحقها. التغطية لموفدة الاقتصادية الأولى بوهران، إلى وهران خالدة تفليس. أكد سعيد سعيود أن ولاية وهران تملك كل الإمكانيات لتكون قطبا صناعيا في مجال إنتاج وتركيب السيارات ولواحقها، خاصة وأن الولاية تحتوي على مصنعين لإنتاج وتركيب السيارات، مشيرا إلى أن هذا الصالون سيكون فرصة للمتعاملين الاقتصاديين لتبادل الخبرات ولخلق ديناميكية اقتصادية بالولاية. نحن ندعم بكل ما أوتينا من قوة يعني كل الاقتصاديين، وفي تنظيم مثل هكذا معارض أولا قبل كل شيء، حتى المواطن أو المواطن البسيط يكون على علم بما يجري في ولايته وفي وطنه بصفة عامة. والأمر الثالث كذلك أن مثل هكذا كذلك لقاءات ستجمع بين الصناعيين من مختلف الوطن، وهذا كذلك يسمح لهم بتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم. كما أن وهران تتوفر على العقار الصناعي، وهو ما أكد عليه والي الولاية، حيث كشف عن توزيع أزيد من 40 هكتار بالمنطقة الصناعية بطفراوي لفائدة المستثمرين في قطاع المناولة وإنتاج قطع الغيار، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 هكتار أخرى سيتم توزيعها مستقبلا. ظن بلي باش هذه السيارة، هذه سيارة فخمة جدا، استعملت فيها يعني حتى المواد اللي استعملوا فيها فهي يعني من المواد الممتازه، ونظن باللي باش يعني السعر كذلك هو سعر كذلك يعني في متناول، ما نقولش في متناول الجميع، ولكن يعني مقارنه بفئه السيارات الاخرى اللي يعني تعتبر من المصاف نتاعها، نظن باللي باش السعر نتاعها يعني مقبول جدا. 5 مليون دينار يعني لسياره بالمواصفات هذيك، نظن باللي باش انه سعر جد مقبول. اختيار ولاية وهران لاحتضان الطبعة الأولى لصالون السيارة ولواحقها يعكس الرغبة الحقيقية للسلطات المحلية بالولاية لإقلاع اقتصادي حقيقي، خاصة وأنها تملك بيئة صناعية بامتياز. في التجارة أشرف طيب زيتوني على لقاء خاص مع مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه وجمعيات حماية المستهلك في إطار التحضير لشهر رمضان، مؤكدا على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للمواطن ليس فقط خلال الشهر الفضيل، وإنما ليمتد ذلك طيلة السنة. في خلل، الفلاح ينتج البصل او البطاطا او اي منتوج في بعض الاحيان حتى ما يدخلش في الانفستيسمون تاعو، والمستهلك بطاطا ينتجها الفلاح ب 2000 فرق 1500، والمستهلك اليوم راه يشري فيها ب 8000 9000 فرق. هذا خطر وانذار واشارات حمراء يجب ان نقف عندها، لان هذا العمل اللي كانت وصلنا فيه حتى المنتج راح يتخلى عن الانتاج وندخل في أمور أخرى التي الحمد لله فيه الدولة قامت باستثمارات، استثمارات كبيرة وكبيرة جدا. الدولة رافقت الفلاح باش لحقنا لهذا المستوى من الإنتاج.
الدولة مدت يعني دعم فلاحي يقدر بملايير الدولارات من أجل أننا نلحق إلى خلق يعني منابع للثروة وللإنتاج. كما دعا الوزير إلى تنظيم السوق وفتح المجال أمام الخواص بهدف دعم الاستثمار وخلق فضاءات بين المستهلك والمنتج، مشددا على إلغاء العطل الأسبوعية لمسيري الأسواق خلال شهر رمضان، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان مداومة عيد الفطر. الضمير المهني الحقيقي كما أشرنا في البداية، كما توفر عند أبائنا وأجدادنا الشهداء، فتصبح عملية رمضان هي عملية عادية وعادية جدا، لا ينبغي أن نحضر لها ونتهيأ ونتجند لشهر من المفروض أنه يكون شهر الرحمة والغفران في الممارسات التجارية والممارسات يعني حتى في تنظيم الأسواق. إذن لكن معليش، تزامنت هذا اللقاء مع هذا الشهر الفضيل، إلا أننا في ورقة الطريق في تعليمات السيد رئيس الجمهورية في برنامج الحكومة فيه إشكالية مطروحة، وهي إشكالية تنظيم السوق وضبطها وقضية تشابك الشبكات وتواصلها ويعني وضعها فوق بعضها البعض حتى يكون عندنا سوق منظمة متوازنة متكاملة وتخضع إلى قوانين الجمهورية. في الإنتاج الصيدلاني يعود معرض مغرب فارما الذي يحتضنه الجناح المركزي بقصر المعارض بالجزائر العاصمة في طبعته 10، ليجمع الشركات المتخصصة في الصناعة الصيدلانية من مختلف دول العالم، وسيتواصل هذا الصالون إلى غاية 7 من الشهر الجاري. التفاصيل مع ولاء بربالة. أكبر مصنعي الأدوية وموردي معدات وتقنيات الصناعات الصيدلانية اجتمعوا اليوم في النسخة 10 لمعرض مغرب فارما في مسعى لرفع مستوى الإنتاج المحلي للأدوية في الجزائر. Donc c'est un salon B2B qui rassemble plus de 240 exposants de 19 pays sur 12 000 m² au Palais des Expositions d'Alger, SAFEX, et qui attend plus de 3500 visiteurs uniques du secteur de l'industrie pharmaceutique algérienne mais aussi transfrontalière. يعتبر معرض مغرب فارما فرصة للشركات الجزائرية الناشطة في مجال الصناعات الصيدلانية من أجل الترويج لمنتجاتهم المختلفة من صناعة الأدوية وبدائل الأدوية، إضافة إلى عرض أحدث التقنيات التكنولوجية المستعملة في الإنتاج الصيدلاني. احنا شركة جزائرية مختصين في صناعة التجهيزات المخبرية وتجهيز المخابر لاميناجمون تاع لي تيب دو لابوراتوار. جا عندنا بزاف دي ريفيرونس خدمنا معاهم سواء ايطاتيك سواء بريفي، بزاف لي زوزين تاع الفارما تاع لاغرو اليمونتير. نو سون فابريكون دومبالاج بريمير فارماسيوتيك بور لو دومين فارماسيوتيك، نو اكزيرسون دوبوي 2021. Nous sommes certifiés ISO 9001 ISO 15378 comme première entreprise en Algérie qui est certifiée qui a eu cette certification. Donc nous fabriquons tout ce qui est emballage en plastique, des bouteilles, des flacons, des bouchons avec dissicants. كما شهد هذا الصالون مشاركة العديد من العارضين الأجانب الذين أبدوا استعدادهم للاستثمار في هذا القطاع من خلال ما قدموه من عروض لخدماتهم بغية الولوج لسوق الأدوية الجزائري. نحن نمثل عدة شركات عالمية منها أبتار، والاختصاص متاعنا هو نجيب حلول لمصانع الدواء باش يعملوا الأوعية الأدوية، وكذلك باش يكون فما تسهيل في ديسبونساسيون تاع الادويه. Alors notre participation c'est nous sommes nous 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 faisons le PharmaGrev à plus de 10 ans je pense. C'est jusqu'à le principe de PharmaGrev Pharma. Et c'est pour cela qu'on est ici, nous sommes ici toutes les années et toutes les personnes viennent pour nous avoir, pour faire des négoces.
معرض مغرب فارما يشهد في طبعته مشاركة أزيد من 250 عارضاً من مختلف دول العالم، وعلى وجه الخصوص الصين، الهند، البرتغال وتونس، ومن المرتقب تسجيل حضور كبير للزوار، كما يهدف هذا المعرض إلى إنعاش سوق الأدوية والتجهيزات الصيدلانية بالجزائر. لقي قرار الموافقة على النظام التعويضي للإمام المنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس ترحيبا وإشادة من قبل منتسبي السلك الذي اعتبروه مكسبا جديدا وحقيقيا. وأكدت الفيدرالية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف على لسان أمينها العام جلول حجيمي أن كل ما يتعلق بأخذ المطالب بالأساسية للأئمة بعين الاعتبار، خاصة فيما يخص بالقانون الأساسي ورفع الأجور إلى جانب النظام التعويضي، سيشكل لبنة جديدة للنهوض بمنظومة المؤسسة المسجدية. في إطار الشراكات والاتفاقيات، عقد اليوم رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا اجتماعا رفقة رئيس حركة المؤسسات المهنية الفرنسية ميداف باتريك مارتن بالعاصمة أقول باريس، من أجل الاتفاق على شروط تنفيذ مذكرة تفاهم بين الطرفين. المزيد في تقرير محمد مختاري. تنفيذا للأهداف المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الجزائرية الفرنسية الموقعة شهر ديسمبر 2023، أول قرار فيها يتعلق بتأسيس مجلس الأعمال الجزائري الفرنسي بهدف إنشاء مشاريع مشتركة تخص قطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة وصناعة المواد الغذائية والطاقة. إن انعقاد اجتماع بين حركة الجمعيات أرباب العمل الفرنسية ميداف وكذلك مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كريا يأتي في إطار متابعة التبادلات الاقتصادية والاستثمارية بين الجزائر، وهذا في خضم محاولة الطرف الجزائري تنويع شراكاته الاقتصادية مع عديد دول سواء الدول الإفريقية أو الدول الأوروبية وغير ذلك، وبالتالي فالجزائر تحاول أن يكون هناك تنويع للواردات الفرنسية أو ما يعد بالصادرات الجزائرية إلى فرنسا، وهذا محاولة منها لتسهيل ولوج السلع الجزائرية إلى السوق الفرنسية الأساسية، وخاصة نقاط تنويع الصادرات الجزائرية وكذلك خلق علاقات اقتصادية استثمارية بين البلدين على أساس مبدأ رابح رابح. كما سينظم الطرفان بعثات قطاعية لرجال الأعمال في البلدين قصد زيارة وحدات الإنتاج وتعزيز المعرفة بالقدرات الصناعية والإنتاجية وكذا الرقمنة. وبالتالي الجزائر لم تعد ذلك البلد المصدر فقط للنفط والغاز ومشتقاته، إنما الجزائر تبحث دائما الآن عن التنويع وتبحث عن علاقات متوازنة، والرقمنة فالجزائر الآن تتجه بشكل استراتيجي نحو رقمنة كل القطاعات وكل الوزارات وكل المجالات وكل التعاملات، أن إدراج هذه النقطة ضمن المباحثات، ومن شأنها أن يكون هناك نقل للتكنولوجيا والنقل للمعارف، خاصة أن فرنسا ومعظم الدول الأوروبية لها باع طويل في الرقمنة ولها تجارب حثيثة في الرقمنة ورائدة كذلك في الرقمنة. تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية هدف تسعى إليه الجزائر لتوسيع التعاون مع دول رائدة عالميا في مختلف القطاعات من أجل تحقيق اقتصاد مزدهر خارج قطاع المحروقات. في موضوع آخر، كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش عن الشروع في معالجة طلبات الاستفادة من العقار الاقتصادية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية عبر المنصة الرقمية للمستثمر ابتداء من الخميس المقبل. وقال ركاش خلال استقباله وفدا عن الشركة الإيطالية بياف المتخصصة في المجال الفلاحي يقوده رئيس المدير العام للشركة ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما بأن انطلاق عملية معالجة الطلبات يأتي بعد صدور المراسيم التنفيذية للقانون المحدد لشروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
تقويا تسعى الجزائر لتعزيز دورها وعوائدها كمصدر رئيسي للطاقة في أوروبا، وكذا تطوير قدراتها في الطاقات النظيفة من ضمنها الهيدروجين، والتي تدخل ضمن خطة الحكومة لتحقيق الانتقال الطاقوي في المستقبل القريب. ورقة في الموضوع مع منال زواوي. تحتل الجزائر مكانة متميزة في صناعة النفط والغاز على المستويين الإقليمي والعالمي، وكان أداؤها متميزاً سنة 2023، ما جعلها تتصدر قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في إفريقيا حسب تقرير أوبك، وهو ما يعكس نجاح الجزائر في زيادة إنتاج الغاز وتصديره للأسواق العالمية خاصة إلى شركائه في أوروبا. الجزائر تمكنت خلال العام الماضي من تحقيق أكثر من 16 اكتشاف طاقوي مؤكد، جعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الاكتشافات الطاقوية. ومن أجل ذلك سوناطراك الجزائرية خصصت منذ أيام ما يقارب 50 مليار دولار، وهي ميزانية ضخمة في إطار البحث والإنتاج كل من النفط والغاز. وتعتزم الجزائر تطوير قدراتها خارج الطاقات الأحفورية كمورد أساسي وموثوق لإنتاج الطاقات النظيفة من خلال رسم استراتيجية تهدف لتطوير الهيدروجين الأخضر بشكل خاص، نظراً لإمكانياتها الكبيرة لتكون فاعلاً أساسياً في مجال الهيدروجين الأخضر والقيام بدور رئيسي في مسار تحول الطاقة خلال السنوات المقبلة، نتيجة لموقعها الجغرافي المتميز ومواردها الشمسية، احتياطاتها المائية وبنيتها التحتية الصلبة والواسعة للغاز والكهرباء، مما يجعلها دافعاً قوياً للنمو الاقتصادي في القطاع الصناعي ورفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة خارج قطاع المحروقات. هذه الخطة الاستراتيجية تعتمد على الانتقال الطاقوي، وهذا من خلال استغلال الطاقات البديلة والمتجددة، ونتكلم هنا خاصة على الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. رئيس الجمهورية تقريبا في كل اجتماعات مجلس الوزراء ينوه إلى ضرورة الاهتمام وتسخير جميع الإمكانيات للانطلاق في استغلال الطاقات البديلة والمتجددة، والتي تضمن المستقبل الطاقوي للجزائر على المدى المتوسط والبعيد، وتشارك أيضا وتساهم ضمن الطاقات الأحفورية لتحقيق الأمن الطاقوي هنا في الجزائر. آفاق واعدة لتنويع صادرات البلاد ومداخلها من الطاقات المتجددة بعيدا عن الطاقات التقليدية، حيث ينتظر أن تتجسد استراتيجية الدولة ميدانيا للحفاظ على الموارد التي تشكل أمن الطاقة في البلاد وتطوير أنماط جديدة مستدامة للاستهلاك. أعلنت المديرة الفرعية للصيد الحرفي والساحلي في أعالي البحار بوزارة الصيد البحري نعيمة موشوكا عن انطلاق مرحلة ثانية من مشروع التعاون التقني بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا المتعلق بالتسيير المشترك للصيد البحري التقليدي. وأكدت السيدة موشوكا بأن هذه المرحلة ستدوم سنتين تخص تدعيم الصيد الحرفي، حيث سيتم تأطيرها من طرف خبير ياباني مختص في التسيير المشترك للصيد الحرفي. في قطاع التعليم العالي تنظم كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير جامعة وهران 2 غدا الثلاثاء الطبعة الثانية لصالون التسويق بمشاركة ما يقارب 30 مؤسسة وشريكة اقتصادية. وينظم هذا الحدث بالتعاون مع مخبرية الاتجاهات الجديدة وتحديد سياسات التنمية في الجزائر وإدارة الأعمال والتنمية الاقتصادية بملحقة وهران لجامعة التكوين المتواصل. ويهدف هذا الحدث العلمي لتعزيز المعرفة والابتكار داخل الجامعة، كما يعتبر فرصة لتقوية الروابط بين الجامعة والطلاب والخريجين الشباب والشركاء الاجتماعيين وكذا الاقتصاديين.
دوليا اتخذت تعبئة المزارعين الغاضبين مسارا جديدا في مختلف البلدان الأوروبية مع إعلانهم فرض حصار على العديد من المدن الاستراتيجية وسط مخاوف من أسبوع ينذر بالمخاطر بين المزارعين وقوات حفظ الأمن. باقي التفاصيل في التقرير التالي ما من إعداد توفيق زعروري. كالنار في الهشيم انتشرت احتجاجات الجرارات بالعديد من البلدان في أوروبا في محاولة للفت الانتباه إلى المشكلات المتزايدة في القطاع الزراعي، حيث ينتقد المزارعون زيادة التشريعات وخفض الدعم وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والأسمدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك القيود المفروضة على استخدام المياه. وينتقد المزارعون الاتحاد الأوروبي الذي جعل الإنتاج الزراعي أكثر صعوبة من خلال إدخال قواعد صارمة بشأن استخدام الأسمدة الكربونية والمبيدات الحشرية. ففي فرنسا أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي أقدم المزارعون على غلق الطرق السريعة وحصار العاصمة باريس بالجرارات احتجاجا على سياسة الحكومة الزراعية بما في ذلك حظر المبيدات والدخل المنخفض بالعديد من المدن. أما بلجيكا فقد شهدت هي الأخرى احتجاجات مماثلة بعدما أوقف المزارعون تدفق حركة المرور عن طريق إغلاق جزء من الطريق الدائري في بروكسل بجراراتهم خلال ساعة الذروة وسحبها أمام البرلمان الأوروبي. ومع انتشار الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى يخطط المزارعون الإسبان للنزول إلى الشوارع مرة أخرى شهر فيفريه الحالي للاحتجاج على لوائح الاتحاد ونقص الدعم الحكومي. وفي أعقاب الاحتجاجات في ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة الألمانية أنه بدلا من إنهاء التخفيض الضريبي على الديزل الزراعي للمزارعين فجأة فإنها تخطط لتخفيضه بنسبة 40% لهذا العام و30% لعام 2025 وإلغائه تماما بدءا من 2026. وعلى الرغم من ذلك أطلق المزارعون احتجاجا لمدة أسبوع. وفي محاولة لإخماد الغضب الذي يتزايد في القارة وعدت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات للدفاع عن المصالح المشروعة لمزارعي الاتحاد الأوروبي. قد توقد نيرانا خامدة في الوعي الأوروبي في سنة ستشهد انتخابات أوروبية الصيف المقبل، وقد تستغلها أطراف للإجهاز على ما تبقى من المشروع الأوروبي المشترك وعودة الحنين إلى الدولة القومية القطرية. وهذا الأمر حاضر بقوة في خطابات السياسيين المعارضين لتوجهات بروكسل التي يصفونها بالبيروقراطية وخدمة مصالح الشركات العابرة للقارات. قبل أن نفترق مشاهدينا الأعزاء، هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. مدينة الباهية تحتضن أول صالون وطني للسيارات ولواحقها باهية أوتو بمشاركة أزيد من 40 شركة وست علامات. وزير التجارة طيب زيتون يعقد لقاء مع مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، وكذا ممثلي جمعيات حماية المستهلك، والانطلاق في تنفيذ تدابير لضمان أحسن الظروف لشهر رمضان. وفي نشرتنا تابعتم معرض مغرب فارما يعود للجزائر في طبعته العاشرة ليجمع الشركات المتخصصة في الصناعة الصيدلانية من مختلف دول العالم. ختام النشرة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، متابعة طيبة لبقية برامج الاقتصادية الأولى. إلى اللقاء.